اهو. في ايه يا عبد الحكيم؟ ما زينب بنت زينب. ايه في ايه يا عمي؟ انت بتعلي صوتك عليا. ايوه وقالي صوتي. صحيح، ما انت تربيه حريم. حريم؟ تصدق انت عندك حق. ما انت لو كنت بتودنا ولا كنت بتزورنا ولا حتى كنت كلفت خاطرك وسالت وعرفت ابويا تعب قد ايه علشان يربينا، عمرك ما كنت هتقول كده. اللي انا سمعته ليه يا كريمه؟ سمعت ايه يا عبد الحكيم؟ عثمان عايز يتجوز زينب. هيتجوزها. تتجننت يا وليه؟ جني لما يلخبطك. ما تقف عليك وتتكلم عدل يا عبد الحكيم، ترى الخير. ما تخليش غضب يطلع عليكي. لو النبي طلعه خليها بشفية، عايز اشوف غضبك ده شكله ايه. عثمان يا وليه يتجوز زينب؟ هيتجوزها. وانا بقول هيصاحبها، هيجوزها على سنه الله ورسوله. عندك مانع؟ هو حاجه وهي حاجه، كدبوها. هي متعلمه وهو جاهل. فوق ده متجوز اتنين، عايزه ترميها في النار. طب ما طلعنا انت من النار دي لجنتك يا عمي. هو احنا لقينا طريقه تانية نعيش بيها مستورين وقلنا لا؟ خلاص تعالي عندي، تعالي عندي في البيت، كل طلباتك مجابه. الكبيره والصغيرة. انت هتتجب علينا من فلوسنا ولا هتصدق علينا من مال ابويا وخيره؟ سمع بنتك بتقول ايه يا بنت؟ افهمي. مش عايز افهم حاجة. اللي انا عارفاه وفهمها كويس ان انا عشت طول عمري مش مكسورة لحد، ولا عمري هتكسر. سمعت بنت اخوك بتقول لك ايه؟ لا مؤاخذة، مع السلامة يا عبد الحكيم. بقى كده يا كريمة؟ طب ايه قولك ان الجوازة دي مش هتتم؟ تم يا عبد الحكيم، واللي انت عايز تعمله اعمله. كده انت بتعمليها عداوة. انا اللي بعملها عداوة؟ هو من امتى كان في بينا حب وود؟ يا كريمة اللي بتقوليه ده ما يصحش. اتعلمنا منك الصح والغلط. وانا حوريك الصح. قدامك. قدامك. اوعى يا فين؟ اوعى سيبها رايح فين؟ اجل قدك. اللي حيجرب منها حطوخ الكريمة، فاهمة؟ زينب عندي في البيت، اللي عايز يتجوز بنتك يجيني وأنا اللي أقول آه ولا لا، فاهمة؟ اكتمل. هتعمل إيه يا عمتي؟ حاجة بلغ وأقول عبد الحكيم خطف زينب، وأنت جري على العمدة تقول يا عبد الحكيم كان هنا وطلع المسدس وضربنا وبعدين اجري يلا. اوعى اوعى، مش بالحق يا ابني. اطلع قدامي 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 اللي حاول قاعد يتصف اسناني. لا مش فاهم انت كده خطبني، انا مش هسكت. اخرسي اهدي وسدي الداهيه كلها. قسما بالله العظيم ادفنك هنا حيه. ليه؟ اخرسي. استنى يا عمي، في ايه يا عمي؟ اللي حصل بس؟ اللي حصل؟ الله يا فوق. هدي نفسك يا عمي بس وفهمني ايه اللي حصل. جبرية. مع مين؟ البت دي مش عايزها تشوف الشمس، ها؟ ولا حد يشوف دي، فاهمة؟ إلا فاهمة. حسن فين؟ حسن نزل مصر. وما قاليش ليه؟ وما أناش عرفني يا عمي، أنا ما أقدرش أقوله أنت بتعمل إيه ولا بتروح فين، ده كان يذبحني. جبرية. قول لمروان يكلم أخوه، ها؟ يشوف بنت عمه في مصر، ها؟ ويجيبها من شعرها. صح. لازم يجيبها من شعرها. وكفايه فضايح. والله كنت عاوزه اقول لك كده من الاول، لكن قلت وانا مالي ماليش صالح. البنات العمهم عاوز يربيهم يربيهم، وكريمه بشوقها عايزه تيجي اهلا وسهلا، ما تجيش هي حره. البنت دي مسؤوليتك. بس كده عيني تزيا بيت، واللي عليا كمان اربيها لك من اول وجديد.